السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم منحة. معكم من البجنير، واليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم صراحة كان عن منحة الحكومة الرومانية، ولكن سرعان ما غيرت الموضوع بمجرد أني وجدت فرصة أخرى جيدة وقلت أني ولابد أشاركها معكم في أقرب وقت ممكن. هذه المنحة للدراسة في فرنسا، وأقدمها لكل من لم يحالفه الحظ للتقديم على منحة الENS أو منحة إيفل، هي منحة الحكومة الفرنسية، بحكم أننا توقفنا عن استقبال طلبات في منحة إيفل نظرا لضغط الطلبات. أما منحة الENS فقد انتهى لها التقديم، لذلك منحة اليوم هي منحة للدراسة في فرنسا بأحد الجامعات لدرجة الماجستير. أما عن منحة الحكومة الرومانية فسوف نتحدث عنها إن شاء الله في الفيديو القادم ونشرح عنها كل التفاصيل، لذلك إذا مهتم بالدراسة في فرنسا شاهد الفيديو للنهاية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. كما ذكرت هذه المنحة هي منحة للدراسة في فرنسا. لماذا استعجلت في تقديم هذا الفيديو؟ لأن الديدلاين قريب جدا، متبقي فقط 20 يوم، يعني آخر يوم للتقديم هو 10 يناير 2023. إذا مهتم بالتقديم على هذه المنحة بعد ما وجدت أنها تناسبك من حيث الشروط والمميزات فقدم عليها في أسرع وقت ممكن. هذه المنحة مقدمة من طرف جامعة ENS دو ليون، واللي هي إيكول نورمال سوبيريور دو ليون، متواجدة بفرنسا. هذه المنحة مقدمة لكل الطلاب الدوليين، ولكن قبل الخوض في التفاصيل دعونا نتحدث عن المميزات التي تقدمها جامعة ليون بفرنسا. أولا تعطيك راتب شهري قدره 1000 يورو. راتب شهري بقيمة 1000 يورو في فرنسا كافي جدا للمعيشة من حيث تكاليف السكن وأيضا وجبات الطعام والتنقل. المميز في هذه المنحة أنها توفر لك تدريب أيضا من أجل الحصول على التخرج، أو إذا كان برنامجك أو تخصصك يحتاج إلى تدريب. بالإضافة أن هذه المنحة هي تعطى لمدة سنة واحدة، ولكن إذا حققت الشروط واللي من بينها الانضباط وتسجيل عدد معين من المواد والنجاح في هذه المواد تحصل عليها للسنة الثانية، فبالتالي هي لمدة سنتين لدراسة الماجستير، تأخذ 1000 يورو لمدة 12 شهر، وبعدها بعد مراجعة الملف الخاص بك والتحقق من تسجيلك للمواد تحصل على المنحة أيضا في السنة الثانية. لذلك الماجستير في هذه الجامعة يسمى M1 و M2. M1 يعني سنة أولى ماجستير، M2 سنة ثانية ماجستير. وأيضا إذا كنت حاليا تدرس سنة أولى ماجستير في دولة ما، يمكنك التقديم على الدراسة في جامعة ليون للماجستير باعتبار سنة ثانية ويسمى M2. واضح؟ فحتى إذا كنت حاليا في الماجستير يمكنك التقديم عليها. طيب الآن بالنسبة للشروط المطلوبة من أجل التسجيل في هذه المنحة، الشروط كالتالي: أن تكون من أي بلد مهما كانت جنسيتك، يعني جميع الجنسيات مقبولة، فلسطيني أو سوري أو عراقي، مغربي، جزائري، مصري، أردني، كل الجنسيات. ثانيا لدينا شرط العمر، ألا يكون العمر أكثر من 26 سنة، إذا عمرك أقل من 26 فأنصحك بالتقديم. ثانيا أن تقدم على أحد التخصصات التالية والتي لها علاقة بمجال الفنون أو العلوم الاجتماعية أو العلوم الإنسانية أو العلوم بشكل عام، وسوف أوضح لكم التخصصات عند البدء في طريقة التقديم. هذه التخصصات الأربع هي فروع رئيسية، ولكن يتخللها فروع أخرى وتخصصات أخرى عديدة جدا. ونفس التخصصات المتاحة لدراسة الماجستير أول سنة أو M1 هي التخصصات المتوفرة أيضا للدراسة في M2. طيب تحدثنا الآن عن الشروط وتحدثنا أيضا عن المميزات. الشروط ليست بالصعبة حتى من شهادة اللغة الإنجليزية، ليست إجبارية. والمميز أيضا أنه يمكنك التقديم إما بلغة فرنسية أو لغة إنجليزية، وهذا سوف يكون أمر يسير جدا على مجموعة من الدول الناطقين بلغة فرنسية كالفرنكوفون مثلا مثل المغرب والجزائر وتونس، فيمكنكم تقديم الوثائق حتى إذا كانت بلغة فرنسية. أما إذا كانت بلغة عربية ولابد الترجمة، وينصح ترجمتها بالإنجليزي بحيث أنكم تستطيعون تقديمها لمنح أخرى. طيب بالنسبة الآن لشروط أخرى مثل الانترفيو أو رسوم للتسجيل، غير موجود بتاتا. التقديم مجاني 100%، لا تدفع أي رسوم، وحتى عملية التقديم سهلة جدا، لن تأخذ منك سوى بضع دقائق ويكون التقديم انتهى. والشيء الثاني أنه لا يوجد مقابلة. كما ذكرت بالنسبة الآن لتواريخ مهمة، أن التقديم فتح من 1 ديسمبر وسوف ينتهي يوم 10 يناير، يعني لازال الآن نحن في 20
ديسمبر، فمتبقي أمامنا 20 يوم في وقت كافي للتقديم. وعندما أقول أن تقدم باكرا وأن التقديم في وقت متأخر ليس بالجيد، هذا لا يعني أنك إذا قدمت في آخر أسبوع أنه سوف يتم رفض الطلب، ولكن فقط يكون تجنبا لحصول ضغط في الموقع، وبالتالي لا تستطيع أن تقوم بإرسال طلبك ويكون ضاعت عليك الفرصة. فهذا هو السبب الرئيسي من التقديم بشكل مبكر، وأيضا يتم مراجعة الطلب. فبالنسبة لجميع المنح، الطلبات يتم مراجعتها من الألف للياء، يعني من أول بداية التقديم لآخر يوم انتهاء فيه التقديم يتم مراجعة كل الطلبات. فبالنسبة لنقطة عدم التقديم بشكل متأخر، أقصد بها لا تقدم في آخر يوم أو آخر يومين قبل انتهاء الموعد، لأنه غالبا ما يحصل ضغط في الموقع ولا يتم استقبال فيه طلبات جديدة. هذا فقط من بين المشاكل التقنية. أما بالنسبة للمقابلة، لا يوجد مقابلة، القبول يكون نهائي، ومتى الإعلان عن النتائج؟ يكون في أواخر شهر فبراير. فتذكروا معي هذه التواريخ جيدا، بمجرد أن تنتهي من عملية التقديم تنتظر حوالي شهر أو شهر ونصف تعرف النتيجة. إذا توصلت بإيميل فهذا يعني أنك مقبول، إذا لم تتوصل بإيميل لغاية أواخر فبراير أو بداية مارس فللأسف يعني أنه تم الرفض. طيب، بالنسبة لشيء إضافي جدا وملاحظة مهمة جدا بين قوسين، منحة أو جامعة ليون توفر مجموعة من المنح، أهمها ثلاث منح. المنحة التي أتحدث عنها اليوم هي الأفضل على الإطلاق وتسمى بأمبير سكولارشيبس. في منح أخرى يمكنكم تصفح الموقع الرسمي وقراءة تفاصيل هذه المنح، وأيضا سوف أترك لكم جدول في صندوق الوصف فيه مميزات كل منحة على حدة. ففي المنح الأخرى أيضا تحصل على راتب 1000 يورو، ولكن يكون مثلا لعشر أشهر وليس للسنة بأكملها. وفي المنحة الأخيرة والتي تكون خاصة بالتدريب إذا أنت تريد القيام بتدريب عن بحث علمي مثلا. طيب، نركز على منحة أمبير. فكما ذكرت هذه هي التفاصيل والشروط. الآن بالنسبة للوثائق، الوثائق كلها سهلة وبسيطة. أولا يكون معك جواز السفر أو بطاقة هوية، يعني حتى إذا ليس معك جواز سفر الآن يمكنك التقديم ببطاقة الهوية، بشرط أنها تكون إما بلغة فرنسية أو لغة إنجليزية بحيث يستطيع قراءة البيانات. تمام. الشيء الثاني أن يكون معك شهادة التخرج من البكالوريوس، بالإضافة إلى كشف الدرجات للبكالوريوس. إذا أنت تقدم على ماستر للسنة الثانية واللي هو M2 فيجب إرفاق أيضا شهادة الماجستير كشف الدرجات للسنة الأولى مع إرفاق وثائق البكالوريوس. أيضا نحتاج إلى خطابين توصية ممكن من الجامعة ممكن من العمل، ويجب أن تكون عبارة عن خطابات مكتوبة ورقية. الإضافة الأخرى أن يكون عندك motivation letter ويمكن كتابتها بلغة فرنسية أو لغة إنجليزية، واللي هي خطاب الحافز. من خلال خطاب الحافز تتحدث عن رغبتك في الدراسة بهذه الجامعة، لماذا اخترت هذا التخصص، لماذا اخترت فرنسا، لماذا تريد الاستفادة من المنحة، وما هي الأشياء التي تميزك حتى تؤهلك للحصول على هذه المنحة والدراسة بهذه الجامعة. بالإضافة إلى سيرة ذاتية، بالنسبة للسيفي ممكن أن يكون باللغة الإنجليزية أيضا أو لغة فرنسية. والأشياء الإضافية الأخرى بالنسبة لبعض التخصصات فقط والتي تظهر لكم هنا، نحتاج إلى بحث يتم إرساله أو إرفاقه مع الوثائق. أما بالنسبة لتخصصات العلمية، بعض من التخصصات العلمية ففيها شهادة اللغة بشكل إجباري. طيب، عندما نقول شهادة اللغة، المنحة أو الجامعة لم تحدد طبيعة شهادة اللغة، هل شهادة دولية أو أي شهادة تثبت المستوى. لذلك سوف نسلك الطريقين. يعني إذا معك شهادة دولية سواء آيلتس أو تويفل أو ديلف بالنسبة للغة الفرنسية يمكن تقديمها. إذا درست سابقا بلغة إنجليزية أو فرنسية نحضر إثبات يثبت ذلك. إذا ليس معك لا شهادة لغة إنجليزية دولية ولا أيضا درست سابقا بأحد هاتين اللغتين، يمكن إرفاق أي شهادة تثبت مستواك في اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. بالنسبة للتخصصات، يتم بعض التخصصات دراستها بلغة فرنسية والأغلب يكون بلغة إنجليزية. طيب، هذا كل شيء بالنسبة للوثائق، ودعونا الآن نتعرف على طريقة التقديم والبسيطة جدا. بالنسبة لطريقة التقديم، تدخل على الموقع الرسمي كما يظهر لكم هنا، تقوم من خلال هذه الخانات المتواجدة على هذا الجانب بملء البيانات من أجل التسجيل لأول مرة. بعد ذلك تنتقل للناحية الأخرى وتكتب الإيميل والباسورد وتضغط على لوجين بعد وضع هذا الكود أو الرمز الذي يظهر في الشاشة والذي أكيد يتغير بين الفئة والأخرى. بعدها ندخل على الأبليكيشن بسيط جدا. أولا يتم ملء المعلومات الأساسية الأولى وإرفاق صورة شخصية. بالنسبة للعمر، لا ننسى أن العمر لا يتجاوز 26 سنة، بحيث أنه هنا متاح كتابة أو مطلوب من كتابة تاريخ الميلاد.
بعدها ننتقل إلى الإديوكيشن باكجراوند، وهنا تتحدث عن خلفيتك الأكاديمية السابقة، ما هو مجال دراستك، متى بدأت الدراسة، المستوى واللغة التدريس اللي هي language of instruction. ننتقل بعدها إلى الماستر تشوزن اللي هو الماجستير الذي تريد اختياره للدراسة في جامعة ليون. وهنا مثلا لدينا كما ذكرت الفنون والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، ولدينا أيضا exact science. طيب لو ضغطنا على هذه اللائحة سوف نجد مجموعة كبيرة من التخصصات، ففي الادفانسد ايكونومكس، في البايو ساينس، في الكونستراكشن، في علوم الفضاء، في دراسات الانجلوفون اللي يعني دراسات اللغة الإنجليزية، دراسات اللغة العربية الصينية، الدراسات الأوروبية، اللغة الألمانية، الإيطالية، الروسية، فيها مجموعة من التخصصات. يعني أيضا بالنسبة للأداب فهنا تخصص مكتوبة باللغة الفرنسية، يمكنكم أيضا ترجمتها لفهمها باللغة الإنجليزية. لدينا أيضا بالنسبة للإنفورماتيك اللي هو الاي تي، بالنسبة للتاريخ، بالنسبة للتاريخ والتاريخ الفلسفي، لدينا أيضا بالنسبة للموسيقى، الفلسفة بشكل عام، الفيزيكس أو العلوم الفيزيائية، الكيمستري يعني الانفيرونمون اللي هي البيئة عفوا والأرض والكوكب، يعني بالنسبة لتخصصات عديدة جدا جدا. وأيضا نفس التخصصات متاحة كماستر 2، وماستر 2 يعني سنة ثانية ماجستير. أدعوكم لقراءة هذه اللائحة لاختيار التخصص المناسب لك. بعد أن تختار التخصص، طيب مع كل انتهاء لكل فقرة نضغط على Mark Page as Complete. تمام، طيب هنا السؤال أنك تريد التقديم على منحة أمبير بروغرام، تضغط على يس. بعدها ننتقل للخانة الخاصة بإضافة الوثائق. أول لدينا يعني خطاب التوصية الأول والثاني، وكما مذكور هنا أمامكم في أول الصفحة ممكن أن تكون الوثائق إما بلغة فرنسية أو لغة إنجليزية. بعدها يتم إرفاق الـ ID document ومكتوب passport or ID card، motivation letter، CV، الشهادات التخرج التي حصلت عليها مثال الباشلر، بالنسبة لشهادة transcript اللي هي كشف الدرجات أو كشف المعدل، و other document. ولا ننسى الضغط على Save Progress عند الانتهاء من كل مرحلة. بعد ذلك لدينا آخر فقرة اللي هي كيف سمعت عن هذه المنحة، يا إما من يعني حدد المصدر، تضغط على Yes أو No، Yes أو No يعني إلى آخره. وبعد ذلك تضغط يعني إذا Other، إذا سمعت عن هذه المنحة من جهة أخرى فأكتب من أين هذه الجهة. مثلا يمكنكم كتابة Everyday Scholarship، هذا سوف يكون شيء جميل منكم، أنا أمزح أكيد، يعني يمكنكم كتابة المصدر كما تشاءون. طيب في آخر مرحلة يعني Declaration تضغط على Mark Page as Complete، أكيد نضغط Yes Yes Yes، Save Progress، وبعد ذلك Submit Application، ونضغط على Submit بدون دفع أي رسوم. منحة جيدة جدا، لا أريد أن تضيع عليكم مثل هذه الفرص. عندما يكون التقديم مجاني ووثائق ليست بالصعبة، قدم وجرب حظك، أنت لن تخسر أي شيء. إذا الوثائق معك جاهزة قدم، إذا ليست جاهزة تواصل معنا في الحين سوف نساعدك في التقديم. وإذا أيضا تريد التقديم من خلال فريق كل يوم منحة، ما عليك سوى أن تملأ رابط الاستمارة الموجودة في صندوق الوصف وسوف نتواصل معك لبدء عملية التقديم. هذه كانت منحة اليوم، أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والسداد في كل المنح، وإن شاء الله تحققون أهدافكم جميعا. مع متمنياتي لكم دائما بالنجاح والتألق. أراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.